أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الحدث نيوز الجديد على النايل سات والعرب سات. فضائية الحدث نيوز هي قناة إخبارية سياسية تبث برامجها مجانا على مدار 24 ساعة بدون توقف، فهي تعرض كافة الأخبار السياسية المحلية والعالمية، كما أنها تتبنى قضايا سياسية عديدة تقوم بعرضها عبر شاشتها التي يقوم بتقديمها نخبة كبيرة من المذيعين والمراسلين من كل أنحاء العالم لنقل الخبر أولا بأول. وبذلك أصبحت الحدث نيوز من أكثر القنوات الإخبارية مشاهدة في الوطن العربي نظرا لانفرادها ببعض الأحداث المحلية والعالمية فور حدوثها مباشرة. انطلقت قناة الحدث نيوز الفضائية عام 2009 من مدينة الانتاج الاعلامي بجمهورية مصر العربية، لكن المالك الحقيقي للقناة هي شركة اسما للانتاج الفني والقنوات الفضائية، ويتم تمويل القناة من قبل الشيخ عبد اللطيف الهميم. وهدف انشاء هذه القناة هو عرض كافة الاخبار السياسية التي حدثت في العراق، كما تبنت القضية الليبية إبان الثورة التي حدثت في ذلك الوقت. وهذا من أسرار نجاح القناة ومجدها، لأنها تقدم معلومات في مختلف المجالات والبلدان حول العالم، وهذا بسبب جميع المراسلين ومقدمي البرامج التي يتم بثها بشكل مستمر على شاشة القناة على مدار 24 ساعة في اليوم. تردد قناة الحدث نيوز الجديد، يوجد عدة ترددات على النايل سات والعرب سات وعلى النايل سات والعرب سات. إذن تردد قناة الحدث نيوز يوجد ترددين على النايل سات وترددين على العرب سات. التردد الأول على النايل سات القمر الصناعي نايل سات، التردد 11559 لاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. إذن القمر الصناعي نايل سات التردد 11559 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. التردد الثاني على النايل سات القمر صناعي نايل سات، التردد 12169 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4، الجودة SD. اذا القمر صناعي نايل سات التردد 12169 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4، الجودة SD. الان ننقل لكم تردد قناة الحدث نيوز 2022 على القمر الصناعي عرب سات. القمر الصناعي عرب سات التردد 12092 على الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. إذن القمر الصناعي عرب سات التردد 12092 على الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. إذن الآن ننقل لكم التردد الثاني على عرب سات، القمر الصناعي عرب سات التردد 12284 على الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. إذن القمر الصناعي عرب سات التردد 12284 على الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. اسم القناة على قائمة القنوات الحدث. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الحدث نيوز الفضائية، والتي تعد من أهم وأشهر القنوات الإخبارية الفضائية. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.